كتير أطفال بتصيبهم حساسية وممكن يظهر عليهم طفح تحسسي. الطفح التحسسي له أسباب كتير، ممكن شيء أكله الطفل، خاصة البيض، الأسماك، المكسرات، الشوكولاتة، ممكن أدوية بياخدها خاصة المضادات الحيوية، ممكن شيء لمس جسمه، ممكن قرصة بعوضة، ممكن لبس جديد ما انغسل فالكيماويات من المصنع موجودة عليه، ممكن مسحوق الغسيل حتى لو كان بيستخدم لشهور قبل بدون مشاكل ممكن فجأة يعمل له حساسية، ممكن مرات الجو البارد يعمل حساسية، مرات جراثيم فيروس أو بكتيريا، كمثال البكتيريا اللي بتعمل الحمى القرمزية.